السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، شفت على اليوتيوب شاب مصري حصل على الجنسية الروسية، ما شاء الله، يعني مش لسه النهاردة، لا بقاله فترة، يمكن سنة ولا حاجة، يمكن أقل، الله أعلم. المهم بيقول إن هو خد الجنسية وهو عنده 22 سنة، فما شاء الله شاب، يعني اكيد خد الجنسيه يا بالزواج يا اما بالانجاب او كلاهما معا، يعني فان هو عنده طفل يعني. فما شاء الله، معناها ان هو اتجوز يعني في سن ال 20 مثلا او سن ال 19، تزوج وانجب وما شاء الله وصل انه خد الجنسيه وشخص ناجح، واعتقد اتخرج كمان او لسه ما اتخرجش، الله اعلم. المهم، أنت أيها الطالب الدارس في روسيا، هذا مثال، أنا بكلمكش على الجنسية، أنا بديك مثال على الشخص اللي تزوج وهو عنده 19-20 سنة، وشاب ما هوش من أغنياء ولا الأثرياء القوم، وواضح إن هو مش من القاهرة كمان، فيعني شأنه شأن طلبة كتير من اللي موجودين هنا. انا مش عارف ايه الزيطه اللي عمال على بطال دي. المهم، فده ما يشجعكش، ده ما يحمسكش ان شاب بسيط يعني احسبه على خير من الناس المحترمه، شكله مش بتاع لا كده ولا كده، رايح عارف هدفه، واكيد ما دام تزوج يبقى اكيد بيشتغل جنب الدراسه، لانه واضح ان هو بيدرس. فما شاء الله، دراسه وزواج وعمل وجنسية وبيسافر بقى، يعني بيعمل زي الكتاب ما بيقول، زي ما انا بقولك في القناة هنا بالظبط. الراجل يمكن ما يعرفنيش وما شافنيش، ويمكن فيديوهاته بتنزل من قبل ما انا ما اعمل قناة اصلا، والله اعلم. والراجل خلص كل حاجة، عارف هدفه، جه روسيا يا عم ندرس، ناجح في دراسته، نشتغل، ناجح في عمله، هلاقي زوجة، ناجح انجب، خد الجنسية، هيلاقي شغلانة أفضل، عنده حماس وعنده شغف بالسفر فبدأ يسافر، حاجة فل الفل. ده زي الكتاب ما بيقول، زي ما بقول لك هنا في القناة تعمل كده. فأدي مثال، أنا كنت دايما بسأل الناس اللي أنا مثلا ممكن أحكي قصته أو تجربته أو أجيبه هنا في القناة، ومعظمهم يقولوا لي لأ مش عايزين، بنخجل، مش عايزين حد يعرف عننا حاجة. فادي مثال، حد على اليوتيوب جه لحدكم مثال، بدل ما انا اجيب لكم حد، في حد موجود اهو،